نحن وياكم بعدنا متابعين حلقتنا لليوم، وكالمعتاد كل نهار سبت بهذا الوقت نتوقف مع فقرة التوب 10. متعرف اليوم على أكثر الأفلام رعبا بالسينما العالمية، وما في شك أنه الأفلام عندها عشاقة وعندها فئة من الشباب يلي ما بيحضروا غير أفلام الرعب. كرمال هيك نحن حبينا نركز على هذا الموضوع من خلال شبابيك التذاكر. شو هي الأفلام بكل العالم يلي تصدرت أفضل 10 مراتب بالأفلام الرعب يعني بالعالم؟ خلينا نشوف نحن وياكم بفقرة التوب 10 لهالأسبوع. الأفلام المرعبة كثيرة، وكثير منها فعلا ممتعة ومخيفة ولها جمهور عريض. واليوم نستعرض معا قائمة لأجمل وأفضل أفلام الرعب، والتقييم لا يعتمد على مدى الرعب فيها فقط، وإنما يعتمد على التمثيل والقصة والإثارة والغموض كذلك. يأتي في المرتبة العاشرة فيلم The Evil، والذي تم إنتاجه عام 1983، ويحكي قصة 5 طلاب جامعة يخرجون لرحلة في إحدى غابات أمريكا ويجدون كوخا صغيرا يقيمون فيه، وبداخل الكوخ يلقون كتابا يتكلم عن الجن، وبسبب قراءتهم لهذا الكتاب تبدأ بعض الأمور الغريبة في الحدوث ويبدأ الجن في الظهور. بلير ويتش بروجكت جاء في المرتبة التاسعة، وقد تم إنتاجه عام 99. القصة تتلخص أن المشاهد يرى تصويرا لمجموعة من الأشخاص المفقودين ورحلتهم في الغابة لتحرير مشروع عن الأشباح التي تسكن الغابة. And it's all because of me that we're here now. Hungry and cold and hunted. ننتقل للمرتبة الثامنة، وجاء فيلم The Exorcist الذي تم إنتاجه عام 1973. يحكي الفيلم قصة فتاة صغيرة يتلبسها جني شيطاني، وتتمحور القصة في كيفية معاناة أهل الفتاة بسبب الشيطان الذي يتلبسها. جيبرز كريبرز جاء في المرتبة السابعة، تم إنتاجه عام 2001. يحكي الفيلم قصة شاب وأخته الأكبر منه وهم يسافرون بسيارتهم، وفي الطريق يرون شخصا غريبا وهو يرمي الجثث فيبدأ بمطاردتهما، وفي النهاية يكتشفون أن هذا الشخص قد لا يكون بشريا. Got something it likes, one of you. You think he's dead? They never are.
جيبرز كريبرز. ساينز فيلم تم إنتاجه عام 2002 يحكي قصة أب أرملة مع ابنته يعيش في الريف مع أخوه، وفجأة تبدأ تظهر علامات غريبة في حقوله وتحصل أمور غريبة وأصوات مخيفة. يعتقد البعض أن السبب هو مخلوقات فضائية تريد أن تغزو الأرض. هذا الفيلم حاز على المرتبة السادسة. Like all of the world, so leave it's going to pass. Don't be afraid. They're in the house. Here it comes. Don't be afraid. أما بالنسبة لفيلم They فهو من إنتاج عام 2002 ويحكي قصة فتاة شابة كانت تعاني من خوف شديد في الصغر، وعندما تكبر تكتشف أن ما كانت تخاف منه فعلا هو شيء مرعب للغاية. Something that scared us as kids has come back to collect us. Listen to me. You hear a baby crying, you hear a kid crying, you keep moving, okay? Children can sense them, it's your warning. They grabbed me in my apartment, they tried to get me. Drink this. Okay, take a few deep breaths, you'll be asleep soon. Asleep? I'm not gonna go to sleep. Honey, you need to go to sleep. I can't go to sleep! تحدثنا عن فيلم The Exorcist في المرتبة الثامنة، وهذا الفيلم Exorcist The Beginning جاء في المرتبة الرابعة، وهو الجزء الرابع من سلسلة أفلام Exorcist تم إنتاجه عام 2004. الفيلم يحكي قصة نفس الراهب من الجزء الأول، وهذه المرة يواجه الشيطان في أفريقيا. Who would do something like this? He's coming for you. Yeah, Mike, right. Don't have to abandon me now. God is not here today. By the sign of this holy cross, by our Lord Jesus Christ, commands you! In God's name, demons! ومن المرتبة الرابعة إلى المرتبة الثالثة والتي حصدها فيلم The Others، وهو من إنتاج عام 2001، حيث يحكي قصة أم مع ابنتها وابنها أثناء الحرب العالمية الثانية. هذه الأم وحيدة وتنتقل إلى منزل كبير محاط بالريبة، وتبدأ بالشعور بوجود أرواح وأشباح بالمنزل، وتنتظرها في النهاية مفاجأة كبيرة. استحق فيلم سو المرتبة الثانية، وهو من إنتاج عام 2004. يصنف هذا الفيلم كإثارة سيكولوجية، يحكي قصة قاتل مهووس يلعب بضحاياه ألعاب غريبة تؤدي في النهاية إلى موتهم بطريقة بشعة. I promise that my work will continue. Saw 4. The games have just begun. أما الفيلم الذي اعتلى قائمة أقوى أفلام الرعب فهو The Sixth Sense. هذا الفيلم من إنتاج عام 99، يحكي قصة ولد صغير لديه القدرة على رؤية أرواح الموتى، ويدخل في حياته طبيب نفسي يحاول مساعدته، يقوم بدور الطبيب الممثل بروس ويلس. وهذا الفيلم الرائع يجمع بين الرعب والإثارة والقصة. Baby, why are you shaking? Cole, what's wrong?
Do you ever talk to your mom about how things are? I don't tell her things. Why not? Because she doesn't look at me like everybody else, and I don't want her to. I don't want her to know. Know what? I see dead people walking around like regular people. I don't see anything. Are you sure they're there? Sometimes you feel it inside, like you're falling down real fast. You ever feel the prickly things on the back of your neck? Yes. That's them. They get mad. It gets cold. How often do you see them? All the time. They want me to do things for them. I think that they know that you're one of these very rare people who can see them. So you need to help them. What if they don't want help? I don't think that's the way it works. How do you know for sure? Is anyone there? صريح معكم، كل هالافلام يلي قطعت يمكن شايف بعض المشاهد، انا من ابدا من هواة افلام الرعب، يعني واحد بفضل يروح على السينما كرمال يروق باله هيك يحضر فيلم كوميدي، فيلم رومانس، فيلم قصه حلوه واقعيه، حيلا شيء، بس انه رعب ويوجع قلبه ويخاف هالقد انا مش معه، انا شخصيا. بعد افلام الرعب بتستدعي يمكن التفكير الكثير كونها بتنطوي على الغموض وعلى الخيال وربما ايضا على الفلسفه، فالمشاهدين يلي بحبوا هذا النوع معروفين وهن كتار ونسبتهم كثير كمان، وبيتساءلوا عن دائما في بعض الاسرار وراء هذا الرعب ووراء هذا الخوف، وهذا الشيء يمكن يلي بيسبب لهم هيدي الحاله يلي هن بيكونوا عايشينها، ويا ما بنعرف انه في كثير من الحالات بيتركوا الصلاه يعني بنص الفيلم لانه بيكون جدا يمكن يكون طبعاً. فيلم من هالافلام يلي عرضناها مثلا، يعني على اساس ما واحد ما يخاف يروح يشوف فيلم الرعب في النهار ما يحنا فيهم بالليل ايه، لانه لو انت تشوفه في الليل يمكن يصير فيه تاثير. احضروا شيء مهضوم كوميدي، شيء شغله هيك كوميدي رومانس اكشن هيك اكشن حلو ايه، بس رعب وهذا نقزك من هون ما حبيت. طبعا يمكن من اشهر الافلام، يمكن منتجي افلام الرعب، طبعا من منا لا يعرف فيلم سايكو يمكن لألفرد هيتشكوك. طبعا سايكو في له اصدارين، كان في اصدار قديم وفي تم اعاده تصوير هذا الفيلم سايكو من كثر ما هو كان من اشهر افلام الرعب، وطبعا تلقى الفيلم نقد ايجابي وسلبي، ولكن عوائده السينمائيه كانت كبيره، كما رشح لاربع جوائز اوسكار، ويعد فيلم سايكو احد ابرز افلام المخرج هيتشكوك، كما يعتبر من اكثر افلام الرعب تاثيرا، وانتج لاحقا عدد من الاجزاء التاليه للفيلم، كما اعاد او اعيد انتاجه مثل ما ذكرنا في عام 1998. هذه كانت التوب 10 باكثر الافلام رعبا شفناهم من خلال هذا التقرير الموسع. شكرا لفريق العمل يلي عم يشتغل وعم يتعب معنا كمان بنفس الوقت.